باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إذن إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، طبعا بين إيدي النص الأصلي، ونجد إنه الكاهن زكريا يقدم البخور في الهيكل ويظهر له الملاك ويبشره إنه مرته أي امرأة زكريا العاقر ستلد ولدا. في هذه الأثناء كما نقرأ في آية 21 وتابع، يتأخر زكريا في الهيكل، وكان قد سأل كيف يكون هذا وأنا رجل متقدم في السن وامرأتي عاقر. نكتفي بهذه الآيات ونقابل البشرى في نفس إنجيل لوقا فصل 1 آية 26 وتابع، البشرى إلى سيدتنا مريم العذراء في الناصرة، نفس الملك جبرائيل، جبرائيل يعني قدرة الله، يبشرها ستحبلين وتلدي، لا تخافي يا مريم فإنك قد نلت حظوة عند الله، ستحملين وتلدين ابنا تسمينه يسوع إلى آخره. طبعا سنعود إلى هذا النص. ماذا تسأل سيدتنا مريم العذراء؟ كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ تذكرون أنه زكريا أصيب بالخرس، أما السيدة العذراء فالملاك قال لها لا تخافي، المولود منك يدعى قدوسا، وها إن أصيبتك الإصابات حامل هي أيضا وحتى رغم شيخوختها. السؤال الذي يطرح يمكن انتبهتوا له، كيف إنه نفس السؤال سأله زكريا وسألته سيدتنا مريم العذراء؟ انتوا معي؟ زكريا أصيب أو عوقب بالخرس البعيد، والسيدة العذراء بالعكس نالت نعمة وراء نعمة، وهي قدامنا ناس من الناصرة من جماعة العذراء وكنيسة البشارة. الجواب بعرفش إذا مر عليكم هذا السؤال أو إذا انتبهتوا لهذا الموضوع. الجواب أولا في كلام الملاك نفسه، بقول له لأنك لم تصدق ما قلته. يعني لما سأل زكريا سأل من غير إيش؟ من غير تصديق. كيف يكون هذا؟ يعني هذا محال. بينما سيدتنا مريم العذراء صدقت ولا لم تصدق؟ صدقت. يعني لما قالت كيف يكون هذا، هي حسبت أن هذا الأمر ممكن أكيد، ولكنها سألت فقط عن الطريقة. طيب من يضمن لنا أنه تفسيرنا صحيح، أنه فعلا العذراء صدقت؟ زي ما قلنا أولا زكريا لم يصدق، الملاك قال له لأنك لم تصدق أقوالي. طيب شو بثبت لنا إحنا إنه العذراء صدقت؟ خلينا نكمل النص. عندما توجهت سيدتنا مريم العذراء إلى بيت زكريا، طبعا حسب التقليد هو في عين كارم، سلمت على إليصابات. لما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في أحشائها، امتلأت إليصابات من روح القدس وقالت لمريم اللي هي تكملت السلام عليك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ بعدين شو بتزيد إليصابات؟ فطوبى لك يا مريم
لأنك آمنت أن ما بلغك من عند الرب سيتم. ماذا نستنتج؟ بشرى في لحمل لولادة في حالة إعجاز معجزة، حالة إليصابات امرأة عاقر متقدمة في السن، حالة سيدتنا مريم العذراء عذراء دائمة البتولية. من ناحية الطبيعة مستحيل إنه عاقر مسنة تلت، من ناحية الطبيعة مستحيل إنه عذراء تلت. السؤال شفناه عند زكريا وشفناه عند السيدة العذراء، كيف يكون هذا؟ ولكن وهنا أنهي الكلام، زكريا سأل من غير تصديق كيف يكون هذا؟ يعني مستحيل. والملاك قال له لأنك لم تصدق. السيدة مريم العذراء سألت كيف يكون هذا؟ شوف نفس العبارة، نفس العبارة، كل واحد حكاها بمشاعر مختلفة بل مناقضة للأخرى. كيف يكون هذا؟ يعني هذا أكيد، ولكن بأي طريقة سيتم بما أنني بتول؟ والإثبات من كلام إليصابات نفسها زوجة زكريا الذي لم يصدق، سألت للعذراء هنيئا لك، طوبى لك، لأنك آمنت أن ما بلغك من عند الرب سيتم. شكرا لإصغائكم.